منظومة السمان في راجح اختلاف حروف القرآن، نظم فضيلة الشيخ إسلام ابن مرزوق السمان الشهير بإسلام السمان حفظه الله تعالى. أبدأ حمدا دائما للأبد لله رب العالمين الصمد، مصليا على الحبيب المصطفى وآله والصحب حاز الشرفا. وبعد خذ خلف الحروف قد بدا رجحانه في القول عن أهل الأدى، وقد بدا في سبعة معلما فاحفظه إن الحفظ نهج العلماء. إفراد لفظ أو ثاني جمعا كغرفة إفراده أو اجمعا، مذكرا في اللفظ والعكس فشا، تصريف فعل قل فننجي من نشا. ومعرب في لفظه فقد سما، يسبح الله الذي له السماء. ونقص حرف كوما أصابكم، وسارعوا قل سارعوا لربكم. أو قدم اللفظ كذا قد أخرى كقاتلوا ختامه قد ظهرا. إبدال حرف دون حرف حفظا، ضنين اقرأ ضاده أو قل بضا. وآخر خلف كفتح مدغما، مقللا مسهلا مفخما. والحمد لله العظيم الواحد، كذا الصلاة والسلام الأبدي على الرسول الحاشر المسد ماحي الضلال أحمد المحمدي.